حقيقة احنا مبسوطين اليوم ان شاء الله عندنا قراءة فاتحة بإذن الله على اساس عندنا سارة يعني او احتفال خلينا نقول نتمم عملية الزواج. الامور ما زالت رائعة وان شاء الله حتستمر بإذن الله الكريم. طبعا يا اخوان اللي رافقني برحلتي اللي هو يعني زي ما تقول السند الي خالي الكبير. اول شيء خالي كيف حالك؟ يا مرحبا السلام عليكم. الله يسعدك يا رب. بدي اسالك سؤال. تفضل حبيبي. كيف كانت الرحله بالله؟ والله الرحله كانت بكل مقاييس حلوه. ابتداء من مطار الملكه عليا بالاردن كانت سهل الامور طيبه، الناس اللي شافونا ما قصروا معانا وهذا يعني شهاده حق لله تعالى. بتونس انبسطنا جدا من استقبال الجماعة يعني اللي احنا جايين عندهم ضيوف واستقبال حافل استقبال مهيب. طبعا رحلتنا كلها موفقة بإذن الله، أصلا هي رحلة يعني رحلة لإتمام زواج وبالتالي رب العالمين إن شاء الله راح يكون ميسرها 100% إن شاء الله يا رب. وهي فعلا ميسرة برضا من الله سبحانه وتعالى. يعني العروس رائعة كانت. ميكس قال لي خذيني عند العلاليش. علوشة تحب تشوف العلوشة؟ وين العلاليش؟ دي وين دخل يا ميكس من غادي؟ وين جا منا؟ اسمعي كم علوش هنا كم واحد؟ على برشا كتير. يلا ميكس راح يشوف العلاليش. هارون هذاك عبسي وذاك ناصر. هاي ودعبون دعبول عبسي سلطة سلطة مين كمان؟ هاي راما جات تشوف العلاليش زيدة. امبارح راما ما صورناش لنا كانت تعبانة كتير. اليوم يا شو رأيك؟ هاي ميك سندة باش تذبح وراه. ايه ليش؟ انت باش تذبح وانت صورينا ميكس صورينا ميكس. والله راح نروح محتواي يسعدني. وينك؟ هسه خلصنا والله. فطرت؟ 12 ساعة. كيف النوم في تونس؟ فندق. صبحت ولا ما صبحتش؟ لا ما صبحتش. خاف على البشرة. العروس يخاف على البشرة نتاعها. كيف الأجواء في البيت؟ والله الأجواء مرة بتجنن. برشا بتجنن برشا. برشا يا مدلل. ميكس قال لي خذيني عند العلاليش. علوشة تحب تشوف العلوشة؟ وين العلاليش؟ دي وين دخل يا ميكس من غادي؟ وين جا منا؟ نذبح علوشة؟ هاي علاليشو رحمة ناخذ العلاليش. اسمعي خل نسرق علوش ونبيعه. والله ميكس وصل للبيت. أي ميكس. مين محتواك ميكس؟ رحمة محتواي اليوم خلص. ميكس هاي قول لهم إلك كيف الحقيقة. والله أقسم بالله نوارة ورب الكعبة نوارة. يكذب.